أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن القطاع الهندسي في مصر قطاع رائد، مشيرا إلى أن حركة التطور وتصارعها بصورة كبيرة تفرض على كليات الهندسة والكليات العملية والتطبيقية أن تتواكب مع هذه السرعة في التطور والإنجاز. وقد نوه مدبولي في هذا الصدد خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى دور الجامعة التاريخي، حيث كانت دائما رمزا ومنارة للعلم وعنوانا لتقدم وريادة مصر. حركة التطور وتصارعها بصورة كبيرة جدا بتفرض على الكليات الهندسة والكليات العلمية والتطبيقية انها ايضا تكون بتتواكب مع هذه السرعة الرهيبة في التطور والانجاز. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل هو قطاع النهاردة كل العالم بينظر له هو قطاع المستقبل، والتطبيقات اللي موجودة فيه لا محدودة، يعني شيء فوق الوصف وفوق الخيال، وكل يوم في تطور وتجديد في هذا القطاع، ايضا كل القطاعات الهندسيه. وبالتالي يعني مره اخرى يعني الحقيقه كل ما تقوم به هذه الكليه العملاقه والرائده هو جهد محمود، ويمكن احنا بنستعين بيهم لغايه هذه اللحظه في العديد من المشروعات الكبيره والعملاقه، من مشروعات تنموية، مشروعات تشييد وبناء، مشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي ما قلت لحضراتكم، قطاع البترول والثروة المعدنية، قطاعات كلها بتمثل قوام النمو والاقتصاد المصري اللي احنا معتمدين عليه في خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة إن شاء الله.